أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتحدث عن مواطن في عدن يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن مدينته لساعات. من الصحافة الفرنسية، حملة تحريض ضد 500 يمني لجأوا إلى كوريا الجنوبية. وفي جولتنا الرياضية، لهذه الأسباب خرج العرب من كأس العالم. أهلا بكم. الصحفيون الرياضيون لن يجدوا أنفسهم في مأمن في ظل حكم ميليشيات الحوثي لعدد من مدن البلاد، حيث يعنون الموقع بوست. مراسلون بلا حدود تحمل الحوثيين مسؤولية سلامة الصحفي الجرادي. قال الموقع إن منظمة مراسلون بلا حدود حملت جماعة الحوثي مسؤولية سلامة الصحفي الرياضي عباد الجرادي، وطالبت بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين الآخرين. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت بسرعة الإفراج عن الجرادي وإيقاف مسلسل استهداف الصحفيين ومضايقتهم بسبب مهنتهم. وحملت النقابة جماعة الحوثي كافة المسؤولية عن حياة وسلامة الزميل الجرادي. يفيد الموقع، يعمل الجرادي مسؤولا إعلاميا في نادي وحدة صنعاء، أحد أكبر الأندية في الدوري اليمني، كما يكتب في الشأن الرياضي لبعض الصحف والمواقع المحلية. يتابع الموقع بوست. يواصل الحوثيون لأكثر من ثلاثة أعوام اختطاف 13 صحفيا في سجون يسيطرون عليها بالعاصمة صنعاء بدون تهمة سوى مزاولة عملهم الصحفي. ذات الميليشيا التي تعتقل الصحفيين ومن لا يحمل السلاح تفرج عن القتلة، وفقا لموقع المصدر أونلاين، والذي عنون مسؤولون حوثيون يهربون سجناء مدانين بالقتل من مركزي ذمار بغرض إلحاقهم بجبهات القتال. كشفت مصادر خاصة للمصدر أونلاين عن تهريب 5 سجناء مدانين بقضايا قتل من السجن المركزي في محافظة ذمار جنوب صنعاء. وأكدت المصادر أن هروب السجناء كان بتواطؤ مباشر مع قيادي في ميليشيا الحوثي أو قيادي عين مؤخرا محافظا لمحافظة ذمار. وأشارت المصادر إلى أن القيادات الحوثية سهلت فرار السجناء بغرض نقلهم إلى جبهات الساحل الغربي للقتال في صفوفها. وأبلغت المصادر المصدر أونلاين أن مسرحية هروب السجناء تمت من خلال كسر نافذة أحد الحمامات في السجن والفرار منها، ليتم نقلهم بعدها إلى جبهة الساحل الغربي للقتال ضمن ميليشيات الحوثيين. وبحسب المصادر، فإن تلك العملية تم تنفيذها رغم وجود 3 أسوار محيطة بالسجن يصعب تجاوزها. المعتقلون وفقا للموقع تمت إدانتهم في قضايا قتل متفرقة، ليتم تهريبهم وسط تكتم شديد بعد إشاعة هروبهم من السجن. في نهاية المطاف، لا يمكن للمجتمع الدولي إنهاء الصراع في اليمن، فقط اليمنيون يمكنهم فعل ذلك. هذه رؤية يضعها دبلوماسي أمريكي عمل في اليمن لسنوات طوال كانت مليئة بالأحداث التي غيرت وجه البلاد. ويقول السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن جيرالد فايرستاين في مقال أعاد الموقع بوست نشره: هذه لحظة يجب على المجتمع الدولي أن يعيد فيها تأكيد رؤيته ليمن يعيش بسلام مع نفسه ومع جيرانه. وقد أعلن شركاء التحالف في الماضي استعدادهم للاستثمار في إعادة إعمار اليمن وإصلاح أضرار الحرب، لكنهم أبدوا استعدادا للمساعدة في التكامل الاقتصادي الكامل لليمن في المنطقة، على الرغم من الفوضى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد المقترحات للقبول اليمني لتلك المنظمة. ومع ذلك، وباعتبار الاقتصادين الأكثر ديناميكية في شبه الجزيرة العربية، فإن السعوديين والإماراتيين يمكنهم المبادرة برؤية خاصة بإنهاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة. وستكون مشاركتهم مفيدة للغاية في إنعاش اقتصاد اليمن المحتضر. يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في خلق جو يمكن المفاوضين من التوصل إلى اتفاق ويمنح سكانا يمنيين يعانون من فقدان الأمل بالمستقبل. من المهم في هذا المنعطف عدم التحميل أكثر من اللازم على عملية الأمم المتحدة. هذه لحظة
للتركيز على إنهاء الأزمة الفورية وإعادة تأسيس الحكم في صنعاء واستعادة الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وإعطاء اليمنيين فرصة لاستعادة إحساسهم بالأمن والاستقرار. إن التوقع أن تحل مفاوضات الأمم المتحدة جميع التحديات العديدة التي تواجه اليمن سيؤدي بالتأكيد إلى خيبة أمل. على الطريق سيحتاج اليمنيون إلى التفكير في أساليب جديدة لحل المشكلات، بما في ذلك إعادة تقييم توصيات مؤتمر الحوار الوطني من عام 2014، بالإضافة إلى انتخاب برلمان جديد وإدارة محلية يتمتعان بثقة الشعب اليمني. ويمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه الالتزام بكونه شريكاً كاملاً في هذا الجهد. التقرير الذي نشر سابقاً وتحدث عن مأساة اللاجئين الأفارقة إلى اليمن أخذ وقتاً للتأكد مما ذهب إليه، ووفقاً لموقع يمن مونيتور اليمن تعيد بنتائج التحقيق حول ما تعرض له مهاجرون أفارقة في عدن. قال الموقع أن وزير الخارجية خالد اليماني وعد بكشف نتائج التحقيق حول الانتهاكات المحتملة في حق المهاجرين الأفارقة باليمن، ونقل عن اليماني قوله: ما حدث في أحد مراكز الاحتجاز في عدن هي ممارسة فردية، وإن وزارة الداخلية حققت في الموضوع وتم إيقاف المسؤولين عن ذلك. وأوضح الوزير اليمني أنه سيتم موافاة الأمم المتحدة بنتائج التحقيق بعد استكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن اليمن كانت وستظل رغم الظروف الصعبة متمسكة بالتزاماتها الدولية في حماية اللاجئين. وشدد اليماني على ضرورة ممارسة المفوضية السامية المزيد من الضغط على جماعة الحوثي لوقف استغلال اللاجئين من القرن الأفريقي وإرغامهم على القتال في صفوفها. هل انتصر النظام العربي على الربيع العربي؟ يتساءل فيصل القاسم في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: هل سقط النظام أو تغير في أي بلد عربي من بلاد الثورات؟ بالطبع لا. لنأخذ سوريا ومصر وليبيا واليمن والعراق وتونس مثلا، ألم تزداد المنظومة الأمنية والعسكرية قوة وتوغلا في تلك البلدان؟ هل اختفى النظام الإداري البيروقراطي الذي يحكم المصريين والسوريين واليمنيين والليبيين والعراقيين والتونسيين منذ الاستقلال المزعوم؟ بالطبع لا. فما زال الإنسان في تلك البلدان عبدا للنظام والبيروقراطية القاتلة التي تتعامل مع الفرد كعبد يمكن إذلاله بلقمة عيشه وأصغر معاملة إدارية لتركيب ساعة كهرباء. هل خفت قبضة الجيش عن السلطة في مصر وسوريا أم أن الجيش عاد أقوى وأوحش؟ هل ستلين القبضة الأمنية في تلك البلدان أم أنها ستتغول أكثر بحجة إعادة الاستقرار ومحاربة الإرهاب؟ هل تغير النظام الاقتصادي الذي ترزح تحته الشعوب الثائرة منذ عشرات السنين أم أن الاقتصاد صار أكثر وطأة وضغطا على المواطن البسيط من خلال رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتغول القطاع الخاص الذي أصبح ذراعا للأجهزة العسكرية والأمنية؟ هل تغير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس المخلوع أم صار أسوأ؟ هل تحسن النظام الإداري؟ هل اختفت الطبقة السياسية التي تتحكم بمفاصل الدولة؟ للأسف لقد عاد النظام القديم بأوجه أكثر قبحا، لكن هيهات أن ينجحوا، فهم يخوضون معركة خاسرة مهما فعلوا وتغولوا، وحسبهم يوفرون للشعوب لقمة الخبز، لأن حكم الجنرالات صار من الماضي حتى لو دعمتهم كل قوى الأرض. وهذا يذكرنا بإخفاق الثورة الفرنسية التي أسقطت النظام الملكي ثم عاد النظام أقوى. لكن مهما كان النظام الدولي وعملاؤه الداخليون أقوياء، فلن يكونوا أقوى من عجلة التاريخ التي غيرت وجه فرنسا وأوروبا ولو بعد عشرات السنين من الدماء والمعاناة والقهر. يتحدث موقع إخباري في عدن عن مواطن قطع التيار الكهربائي عن العاصمة المؤقتة، يعيد هذا إلى الأذهان ما كان يحدث في صنعاء. وعنوان موقع عدن الغد: كهرباء عدن تكشف سبب خروج الشبكة وتطالب بضبط المعتدي. قالت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن إن حادث اصطدام سيارة بأحد أبراج الكهرباء تسبب بخروج المنظومة ظهر الجمعة وانقطاع التيار الكهربائي عن عموم مدينة عدن.
قال المكتب الإعلامي للمؤسسة في تصريح صحفي إن حادث اصطدام سيارة مسرعة بعمود ضغط عالي لنقل الكهرباء في منطقة جعولة غرب عدن تسبب في ارتداد في المنظومة وإخراجها عن العمل لساعات قبل تمكن الفرق الفنية لمؤسسة كهرباء عدن من إعادة المنظومة. يضيف الموقع كما شكت المؤسسة من قيام متنفذ بإلحاق الضرر بمنظومة الكهرباء في خط بئر فضل بمدينة المنصورة للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدة استمرار الانقطاع في المنطقة حتى إصلاح الأضرار من قبل الفاعل. ولفتت المؤسسة إلى أنه رغم إبلاغ الجهات الأمنية في أمن محافظة عدن ومنطقة المنصورة لم تحرك هذه الجهات أي ساكن رغم مخاطبتهم عدة مرات وقيام المتنفذ بإخراج المنظومة 3 مرات على التوالي. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. برأيك كيف استطاعت المرأة اليمنية الخروج من جو الحرب؟ ما معروف عن المرأة اليمنية في القدم وحاليا بأنها أكدت الحكومة اليمنية بأن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للدخول في أي تصميم. حمل الآن تطبيق بلقيس وكن في قلب الحدث. أهلا بكم من جديد. ركزت الصحافة الفرنسية الصادرة اليوم على اليمنيين الذين شقوا طريقهم نحو كوريا الجنوبية هربا من الحرب وظروفها، حيث قال موقع راديو فرنسا وصول مهاجرين يمنيين إلى كوريا الجنوبية يثير موجة من كراهية الأجانب. قال الموقع لجأ 561 مهاجرا يمنيا ممن فروا من الحرب في اليمن منذ بداية هذا العام إلى جزيرة جيجو الكورية الجنوبية مستفيدين من سياسة التأشيرة الحرة التي تستهدف تسهيل السياحة، ويعتبر هذا وضعا غير مسبوق لهذا البلد الأسيوي طبقا لتوصيف تقرير الموقع الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس. أثار هؤلاء المهاجرون اليمنيون الذين وصلوا إلى جيجو ردود أفعال مختلفة للغاية في مجتمع لم يعتادوا على مشكلة المهاجرين، وسببوا على وجه الخصوص موجة شديدة من الرفض وكراهية الأجانب على الشبكات الاجتماعية، فإن هؤلاء 500 اليمنيون متهمون بأنهم لاجئون مزيفون بل جاءوا إلى كوريا من أجل نشر الديانة الإسلامية والاستيلاء على وظائف منخفضة المهارات. البعض يطلق عليهم الإرهابيين، تم التوقيع على عريضة تعارض وجوههم من قبل أكثر من 500,000 شخص. عدنان ذو 29 عاما وهو مدرب أمن فر من الحرب في اليمن قبل 3 سنوات، غادر أولا إلى ماليزيا ثم وصل إلى جيجو في مايو وقد وجد للتو وظيفة في مطعم في الجزيرة. من المحزن جدا أن نقرأ أن بعض وسائل الإعلام تقول أننا خطيرون، لكن الناس الذين نتحدث معهم يعرفون أنه لا صحة لذلك. أشكر حكومة كوريا الجنوبية على السماح لنا بالعمل، هذه هي المرة الأولى التي تمنح تصاريح عمل للمهاجرين عند وصولهم، نأمل أن تمنحنا الإذن بالبقاء. ولازلنا في الصحافة الفرنسية والتي ركزت على ذات الموضوع، اليمنيين في كوريا الجنوبية، وعنونة صحيفة لوفيكاغو المهاجرون اليمنيون كوريا الجنوبية تريد تشديد القانون. قالت الصحيفة إن كوريا الجنوبية أعلنت عن تجديد قوانين اللاجئين في أعقاب الاحتجاجات ضد وصول مئات من طالبي اللجوء من اليمن إلى جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية. تضيف الصحيفة كان للكوريين الجنوبيين رد فعل سيء على هؤلاء الوافدين مشيرين إلى التكاليف والاختلافات الثقافية، وكتب أحد مستخدمي
الإنترنت ردا على مقال صحفي عن المهاجرين يقول: جحافل من المهاجرين المسلمين غير الشرعيين تأتي لأسلمة البلاد. ويضيف آخر: معظمهم من الشباب يبحثون عن عمل، فهم ليسوا لاجئين. ووقع نحو 500,000 شخص عريضة على الإنترنت تطالب من البيت الأزرق رئاسة كوريا الجنوبية طردهم. وتم إطلاق دعوات لحضور الاحتجاجات على ضوء الشموع يوم السبت في سيول وجيجو. ما الذي يفسر إذن الهيمنة المفاجأة للقومية؟ الواقع أن القومية الجديدة في إيطاليا وبريطانيا أو حتى في الولايات المتحدة لا تنطوي على أي قدر يذكر من الوطنية الإيجابية. هذا مقتطف من مقال كتبه مؤلف كتاب الرأسمالية ولادة اقتصاد جديد أناتول كاليتسكي مضيفاً: يبدو أن هذا الارتفاع المفاجئ في المشاعر الوطنية راجع إلى حد كبير إلى ظاهرة كراهية الأجانب، كما عرفها عالم الاجتماع التشيكي الأمريكي كارل دوتيش. الأمة مجموعة من الناس الذين يربطهم خطأ شائع حول أصولهم وكراهية مشتركة لجيرانهم. والأوقات العصيبة التي تشهد انخفاض الأجور والتفاوت بين الناس والحرمان الإقليمي والتقشف بعد الأزمات تستفز البحث عن كبش فداء. ومن الواضح أن الأجانب يكونون هدفاً مغرياً على الدوام. لا شيء أبعد عن الوطنية من عداء ترامب للمهاجرين المكسيكيين والواردات الكندية وسياسات الحكومة الإيطالية الجديدة المعادية للمهاجرين، أو تصريح تيريزا ماي الأكثر شهرة بعد توليها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة: إن كنت تعتقد أنك مواطن العالم فأنت لست مواطنا لأي مكان، وأنت لا تفهم معنى المواطنة. لننتقل الآن إلى خبر سار لهؤلاء الذين لا يزالون يفخرون بكونهم مواطني العالم. إن الجهود المدفوعة بكراهية الأجانب لإلقاء اللوم عليهم في المصاعب الاقتصادية مآلها الحتمي هو الفشل. ولننظر في الجهود التي بذلت بعد الأزمة لتحويل الغضب الشعبي إزاء انهيار اقتصادية أصولية السوق نحو مصرفيين جشعين. وقد فشلت هذه الجهود في نهاية المطاف جزئيا، لأن لدى المصرفيين موارد ضخمة للدفاع عن أنفسهم، وهو ما لا يتوفر للأجانب بشكل عام. الآن تستفيق بريطانيا على سبيل المثال على حقيقة أن القضايا الأوروبية لا علاقة لها بالمظالم السياسية الحقيقية التي حفزت جزءا كبيرا من التصويت لصالح الخروج. وبدلا من ذلك سوف تهيمن مفاوضات خروج بريطانيا الآن على السياسة البريطانية وتشتتها لسنوات عديدة أو ربما حتى لعقود مقبلة. وسوف تزداد المواجهة القومية بين بريطانيا وبقية أوروبا الساسة من كل الأحزاب بأعذار بلا نهاية لفشلهم في تحسين الحياة اليومية. وفي الأشهر والسنوات المقبلة سوف يتعلم الناخبون في الولايات المتحدة وإيطاليا الدرس نفسه. رياضيا، نطالع في تحليل خاص نشرته البي بي سي حول خروج واحد من أهم المنتخبات المرشحة لكأس العالم وعنونة الشبكة: الغرور أم الحظ أم اختيارات اللاعبين؟ ما الذي أطاح بألمانيا من المونديال؟ عندما يعرب أي شخص عن قلقه بشأن طريقة لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم في أي بطولة كبرى، عادة ما يكون الرد هو أن المنتخب الألماني فريق بطولة، بمعنى أن ألمانيا دائما ما تتألق في البطولات الكبرى. لكن الصمت القاتل الذي خيم على غرفة خلع ملابس المنتخب الألماني بعد الهزيمة المفاجئة من كوريا الجنوبية كان يعكس بكل وضوح حقيقة أن ألمانيا لم تقدم مستواها المعروف في المونديال. تتابع البي بي سي: لم تخرج ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم منذ مونديال 1938، لكن كل شيء قد تغير تماما في مدينة كازان الروسية هذه المرة. ووفقا للبي بي سي فقد كانت هناك مشاكل في الاختيار، حيث ظهر المنتخب الألماني وهو يعاني من حالة عدم توازن واضحة، وكان يواجه خطورة شديدة في الهجمات المرتدة خلال البطولة. حتى عندما كان الفريق يستحوذ على الكرة ويتجه للأمام لبناء الهجمات كان يفتقد للسرعة والقدرة على اختراق دفاعات الفرق المنافسة.
عندما أجريت القرعة النهائية لكأس العالم روسيا 2018 في ديسمبر، تفاءل معظم الجمهور العربي بالحصيلة التي يمكن أن تخرج بها المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في النهائيات بالنظر إلى المجموعات التي وقعت بها كل من السعودية ومصر والمغرب وتونس. وعنون موقع فيفا في صفحته الرئيسية: دروس مستفادة من المشاركة العربية. ولكن مع نهاية مرحلة المجموعات يوم الخميس، غادر المنتخب التونسي روسيا ليكون آخر المنتخبات العربية التي أنهت مشاركتها في العرس العالمي وبحصيلة مخيبة هي الخروج من الدور الأول، حيث فشل أي من المنتخبات العربية في التأهل إلى دور 16. يقول الموقع: كان لافتا غياب النسق الهجومي المنظم للمنتخبات العربية في روسيا، فقد عانى المهاجمون العرب من الفاعلية أمام مرمى المنتخبات الأخرى في البطولة، حيث انتهى ما مجموعه نصف مباريات المنتخبات العربية في البطولة بدون تسجيل أي هدف للمهاجمين العرب، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى القدرة على تطوير مهارات المهاجمين في الدول العربية. قبل 4 سنوات كان المنتخب الجزائري الممثل العربي الوحيد في البرازيل 2014 قبل أن يرتفع العدد إلى 4 منتخبات في النهائيات الحالية. سيكون من المهم بالنسبة للدول العربية البدء بالاستعداد من اليوم من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من النهائيات التي ستشهد بالتأكيد مشاركة عربية، على أمل أن ترى البطولة الأولى التي ستقام في الشرق الأوسط مشاركة تاريخية من المنتخبات العربية لتكون الأنجح في تاريخ العرس العالمي. من صحيفة الجارديان البريطانية اخترنا لكم مجموعة مميزة من الصحف التي توثق أهم أحداث الأسبوع وقد تنوعت بين السياسة والرياضة والحرب، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.